انطلاقا من مستشفى مصطفى باشا الجامعي، خرج هؤلاء الأطباء في مسيرة حشيدة نحو البريد المركزي، مسيرة أطلقت فيها مختلف الهتافات ورفعت فيها العديد من الشعارات انصبت كلها في مطلب واحد وهو تغيير النظام. اليوم خرجوا الأطباء والسلك شبه الطبي باش يقولوا بلي هما ينتموا لهذا الشعب وراهم نفس رأي هذا الشعب اللي راهو يطالب بعدم تمديد العهدة الرئاسية، ويطالب ايضا بعدم الحكم في اطار غير دستوري. نطلب نفس المطالب التي طالبها الشعب الجزائري، بمعناه تغيير النظام، جمهوريه ثانيه، تغيير الوجوه. كل هؤلاء الاطباء وباختلاف تخصصاتهم متحدين في فكره واحده، هي الوقوف مع مطالب الشعب المتكرره في مسيرات الجمعه الاربعه. حنا واش قال الشعب رانا معاه، حنا كصفه اليوم نلبس حوايجي تاع مواطن، بس حوايجي تاع طبيب. انا ماذا بيا المريض كيجي الله فيه من بكري هما يبكوا على الشعب، من بكري هما يعيطوا، جامي واحد سمعهم، جامي. لا سونتي سي بور تو لي الجزائريان بور توت لومان. مسيرة الأطباء لم تنحصر في العاصمة فقط، بل شملت العديد من ولايات الوطن، أين هدف أصحاب المآزر البيضاء بصوت واحد داعين لاحترام الدستور والالتزام بنصوصه.